تعرفون احنا عندنا موسم زرع وهاي التفاصيل كلها، بس للاسف في محافظة كركوك طبعا تلف اطنان من الذرة الصفراء، انه هي ومئات الاطنان من الذرة الصفراء تلفت بسبب المحاصيل. طبعا كانت اصلا هي المحاصيل نقدر نقول يعني بذور مالتها كانت يعني مصالحة للزراعة اساسا، وسببت خسارة مالية. مئات الاطنان من الذرة الصفراء تتلف في كركوك، والمزارعون يطالبون وزارة الزراعة بالتدخل. محمد علي خلف احد المزارعين من قضاء الحويجة ارسل لنا هذه الصور، يقول: غياب الرقابة الزراعية كان سبب في وصول بذور ذرة مخشوشة إلينا. هاي البذور تسببت بخسارة مالية وضياع جهد كبير دون أي فائدة. أنا فلاح وياي مجموعة فلاحين، محصولنا هذا الموسم راح يصفى علف فقط. نناشد وزارة الزراعة وجمعية الفلاحين في القضاء ومديرية زراعة كركوك بإيجاد حل لهذه الخسارة الكبيرة، وذلك بغياب الرقابة على هذه البذور. يعني هذه خسارة كلش كبيرة، خسارة مادية أو خسارة جهود كلش كبيرة. يكفي انه بسبب الحرائق انه صار يعني خسارة كلش كبيرة، سواء كان جهود او مادية، يكفي بس الحرائق. فكل هذا ما يعني ما اكتفوا به، فبالتالي ما كانت اكو رقابة من وزارة الزراعة على البذور، وتجي بذور مخشوشة. يعني احنا نقول يا دوب انه احنا شوية ترجع الزراعة مالتنا، وينتعش شوية الاقتصاد مالتنا، ونعتمد على الزراعة الداخلية. فبالتالي كل ما نقول انه اكو بصيص امل، تجينا سالفة مغايرة هذا الموضوع تماما. تدرين شغلة شنو؟ احنا كلش فرحنا هاي السنة انه العراق اكتفى ذاتيا بمحصول الحنطة، لدرجة عد ما صارت حادثة بيروت حتى العراق ودى مساعدات من الحنطة العراقية. صح. ايضا فيضانات السودان حتى العراق ودى للسودان مساعدات انسانية واخوية بهذه احنا نقول الفاجعة الأليمة اللي مرت عليهم. الموضوع ما بي انه احنا اكتفينا ايضا محصول التين ذاتيا لهذا الموسم، وبعض المحاصيل الاخرى منها الطماطم، منها الباذنجان. يعني احنا من نوصل هاي المرحله من نكتفي ذاتيا، فاحنا مو بس على هم كم ماده من المحاصيل ونقعد نسكت. عد ما يقول لك الذره، يعني الذره هي مو فد سياره اشتريناها وبعناها ربحنا وخسرنا بيها. هاي راح تجي تنزرع، تنحرث القاع، تتنظف، يذبوا لها اسمده بفلوس حلوه، الفلاحين ياخذون فلوس، الطرق الري قد انه مكلفه فلوس، لان قد تكون مضخات، منها نفط، منها بنزين. بنفس الوقت راح يصبر ايام واشهر ويراقب الزرع مالته. يعني من كثير من الامور الثانيه يعني اللي قد انه تستغرق مده طويله، بالنهايه بعد تعب اشهر وموسم كامل يريد يحصد هذا الزرع يا هذا الزرع، صح، يشوف انه الذره تالفه. والسبب شنو؟ مو خلل من الفلاح ولا من الأرض، ولكن الخلل بسبب البذور هي أصلاً اللي استوردوها غير صالحة للزراعة، اللي هي مغشوشة. فنتمنى يفتح تحقيق بخصوص هذا الموضوع، ونتمنى اللي استورد هاي البذور يكون الجهات القانونية تحاول أنه بالإجراءات القانونية يعوضهم الخسارة للموسم الكامل، لأن مع الأسف راحت محصول الذرة هذا الموسم علف. إذا هذا كان أبرز ما جاء بالسوشيال ميديا يا هلا. بالضبط. خلونا مشاهدين الكرام نروح نستعرض درجة الحرارة والطقس، وبعدها نكمل فقراتنا.